السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. بالنسبة إخواني الحلقة ديال اليوم في إطار ديال البحث عن العمل في دولة كندا، اليوم جبت لكم واحد الموقع وبغيت نتقاسم معكم هذا الموقع هذا الكندي للبحث عن العمل. والفكرة ديال هذا الموقع وهي أنك كتعمر واحد الاستمارة اللي غادي نشرح لكم في هذه الحلقة هذه، بعد ذلك الموقع غادي يقلب لك وغادي يتكلف لك بالخدمة يعني على حسب يعني المهنة ديالك ولا على حسب الحرفة ديالك، وغادي يتواصل معك عبر البريد الالكتروني. وهذا الموقع اخواني اللي هو امامكم كيقلب بزاف على الاشخاص اللي عندهم يعني اللي هما الصنايعيه اللي عندهم بزاف ديال المجالات اللي كنلقاوهم محتاجينهم في الدول بحال الدول الاوروبيه والدول كذلك في كندا، كاين بحال الميكانيكا وبحال السدور وبحال المعلميه ديال البني، وكذلك اللي عندهم المجال ديال الطبخ والمطاعم والفنادق، وكذلك الصباغه اللي كيكونوا الصباغه ديال البنايات ولا الصباغه ديال السيارات، وكذلك الناس اللي كيخدموا في لي ديكور، وكذلك العمال اللي كيكونوا كيخدموا في المخازن وفي لي ديبو. اذا كل هاد يعني كل هاد الحرفيه وهاد الصناعيه ولا هاد المهن هادو راهما مقبولين في هاد يعني في هاد الدول هادو كيقلبوا عليهم بدون يكون ما يكون بلا ما يكون عندك تجربه، بلا ما يكون عندك مستوى دراسي، او لا كيكونوا بعض الاشخاص بعض الشباب كيكون عندهم دبلومات ديال التكوين المهني في هاد يعني في هاد المهن هادو كالميكانيك الصدور الخياطه البني مثلا في الصباغه في الطبخ في المطاعم، يعني في هاد المجالات كاملين تيكونوا بعض الشباب اللي كيكون عندهم هاد لي دبلومات وكيقلبوا على بعض المواقع بحال المواقع هادو اللي كيقبلوا هاد النوع من المهن. اذا اخواني في هاد يعني في هاد الفيديو هذا بلا ما نطول عليكم غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش غادي نتسجلوا كيفاش نحطوا يعني الطلب ديالنا في هاد الموقع، ونتسنى وانهم يعني يجاوبونا عبر البريد الالكتروني اللي غنحط المعلومات ديالنا في الفيديو هذا. بقاو معايا اخواني حتى الاخير باش نشرح لكم الطريقه ديال ملء الاستماره في هذا الموقع الكندي. اذا اول خطوه اخواني كنجيو لهذا المكان هنايا وكنمشيو مباشره نديرو لانسكري انسكريفيفو اون طون كونديدا، يعني غادي نتسجلوا هنا كمترشحين يعني غادي نترشحوا للعمل في هذا ولا نحطوا الترشيح ديالنا في هذا الموقع. اذا نضغطوا ضغطه واحده هنايا بعد ذلك اخواني غادي يدينا مباشره لانسكريفيفو اون طون كونديدا، يعني غنتسجلوا كمترشحين. اذا غادي يعطينا هنايا هاد الاستماره هذه كيف كتشوفوا هي هذه، هذه هي الاستماره. غادي نمشيو مباشره نحطوا المعلومات ديالنا هنايا، نحطوا النوم والبرينو يعني الاسم العائلي والاسم الشخصي، وهنا نحطوا الايميل ديالنا ونحطوا نمره التليفون ديالنا، وهنا نحطوا التخصص ديالنا ولا العمل ديالنا. كيف قلت لكم اخواني في الاول ديال الفيديو انها يعني كتهتم بالناس اللي عندها المهن بحال هاد المهن هادو، كيف كتشوفوا هنا البانتخ اوتوموبيل ميكانيك اوتوموبيل سودور كونستركسيون، الناس اللي هما يعني كيخدموا في البناء، اميناجمنت بيزاج اللي هما كيخدموا في الديكورات ديال الطبيعه ولي جاردان، وكذلك لوسبيتاليتي ولا الكويزيني، وكذلك لومبلوي دونتروبو و لي زوتر، يعني الناس كيخدموا كذلك في الميناج والناس، المهم كاع المهن وكاع المهن راه كاين في هذا الموقع هذا اللي الاشخاص اللي عندهم هذه المهن هادو يدفعوا لهذا الموقع هذا. نوريكم الطريقه اخواني دابا. المهم بالنسبه لهنايا اخواني غنعمروا هذه المعلومات هادو، بعد ذلك غنضغطوا على سويفون ونمشوا للمرحله الثانيه. اذا اخواني بعد ما اننا حطينا الاسم ديالنا هنايا والنسب وحطينا الجيميل ديالنا وحطينا هنايا الرقم الهاتفي، كيف كتشوف الرقم الهاتفي كديروا نيجاتيف وعاد كتزيدوا الرقم ديالكم، يعني كديروا زائد 212 بالنسبه للمغرب، وبالنسبه للدول الاخرى كيديروا الرقم ديالهم هنايا وعاد كيضيفوا الرقم الاخر ديالهم ديال الهاتف. هنايا كنشوفوا هنا البروفيسيون يعني المهنه ديالنا اللي هي غنديروا مثلا كويزيني على سبيل المثال، ولا ديروا مسودور ولا ميكانيك، ولا ما كاينينش المهن ديالكم هنايا كديروا اوتر، يعني هنا كنجيو نديروا هنايا مثلا نديروا هنا كويزيني، بعد ذلك ملي كنختاروا البروفيسيون ديالنا ولا المهنه ديالنا كنديروا سويفون. ملي كنديروا هنايا سويفون كيعطينا الايطاب الثانيه اللي هي الناسيوناليتي، يعني الجنسيه، الجنسيه ديالك اش من ناسيوناليتي عندك. هنايا كنختاروا ماروك، بالنسبه لينا حنايا نختاروا ماروك، والدول الاخرى اللي كيختاروا لنا الدول كاملين راه كاينين، هنا موروكو، هنايا نختاروا موروكو هي هذه، وهنا نختاروا العمر ديالنا. العمر ديالنا راه ما كاينش شي عمر اللي هو محدد، كتختار العمر ديالك يعني من 18 سنه فما فوق، يعني ما كاين يعني لا تختار العمر ديالك مثلا نديروا هنايا 30 سنه على سبيل المثال. وهنا ليطا سيفيليتي، ليطا سيفيل، ليطا سيفيل يعني واش انت سيليباتير ولا ماري ولا اوتر، الا كنت سول راه كدير سول هنايا، كنت ماري راه كدير ماري، وكدير العدد ديال الاطفال، الا كان عندك مثلا درت انا ماري كان عندك الاطفال كدير سي، وكتجي لهنايا كدير النمبر ديال الاطفال واش 1 2 3 4 5، وكدير لنا لاج ديال كل واحد، مثلا درت دو راه كيعطيك هنايا جوج ديال الاطفال، يعني كدير الاولاني كدير مثلا الاولاني عنده 6 سنين مثلا والثاني عنده 7 سنين على سبيل المثال. الا كنتي الا درتي 3 راه كدير 3 بثلاثه ديالهم كدير لهم الاعمار ديالهم، كان عندك غير واحد راه كدير العمر ديال واحد، ما كان عندك حتى شي واحد مثلا انت ماغي مثلا وما عندكش اطفال راه كدير نو، اولا الا كنتي مثلا انت اوتر اولا عفوا سول اولا سيليباتير راه كدير سول.
كنجيو لهنايا افيفو ان باسبور فاليد، يعني كلي واش عندك باسبور فاليد اللي كدير ليهم وي، بعد ذلك كدوز مباشره كدير سويف بهذه الطريقه هذه. وكاين هنا اخواني في المرحله الاخيره كنحطوا هنايا النيفو ديال الدبلوم ديالنا، كنشوفوا هنايا شوف شهاده من الشواهد اللي عندنا. اذا هنايا كنضغطوا على هذه البلاصه هذه النيفو دو ديبلوم، وكنشوفوا هنايا راه كاينين هنا الشواهد، كاين البريمير اللي هو الدراسه الاساسيه او لا الابتدائي، الى عندك شهاده ديال الابتدائي راه كديرها هنا، سيكوندير يعني الثانويه، ولا عندك هنا ايتود بروفيسيونيل الناس اللي عندهم شواهد ديال التكوين المهني، ولا هنايا الكوليج او لا اليونيفرسيتي الناس اللي عندهم يعني الشواهد الجامعيه. اذا كاين اغلب ديالكم راه غادي يديروا هنايا غير اما البريمير او لا سيكوندير، او لا غادي يديروا الناس اللي غادي يديروا التكوين المهني. مثلا على سبيل المثال انا غندير ايتود بروفيسيونيل يعني التكوين المهني، غنجيو لهذا المكان هنا غنكتبوا نكتبوا لانستيتيو، يعني نكتبوا لانستيتيو اللي قرينا فيها او اللي خدينا فيها الدبلوم. هنا غنديروا التاريخ ديال الدبلوم من الى، مثلا الدبلوم قريت مثلا واش عام، ولا مثلا قريت في عامين، ولا قريت في 3 سنين ولا 4 سنين، يعني على حسب شحال فاش خديتي الدبلوم ديالك. مزيان، اذا غندير هنا مثلا على سبيل المثال نديروا هنايا نديروا هنا السنه، نديروا مثلا السنه خديتو مثلا ما بين 2011 هذه الطريقه هذه، وهنايا 2011 وهنا 2000 مثلا نديروا هنايا 2012 بهذه الطريقه هذه بحال هذا الشكل هذا. المهم نتوما غديروا امتى بديتوا وامتى انتهيتوا يعني الدبلوم ديالكم. هنا قلنا غادي ديروا لانستيتيو ديالكم، لانستيتيو اللي غادي ديروا فيها الدبلوم. مثلا انا غندير لانستيتيو بهذه الطريقه هذه، غير درت انا غير مثال باش نتوما تكملوا يعني باش تكملوا الاستماره ديالنا. غادي يجيو هنايا ليكسبيريونس، يعني ليكسبيريونس يعني لي زونتربريز او الشركات اللي خدمتوا فيهم، الشركات اللي خدمتوا فيهم. هنا كدير السمي ديال الشركه، وهنا كدير اشنو كنت كدير في هذيك الشركه، ولا دات اللي بديتي مع الشركه، ولا دات اللي كملتي مع الشركه. مثلا الشركه دوزتي معاها سنه، كدير مثلا هنا 1/1/2019، وكدير هنايا يعني 1/3/12/2019 على سبيل المثال. وفي هذا المكان هنايا كدير بان هذه الخدمه هذه، هذه الخدمه هذه لونتربريز هذه راه هي اللي باقي خدام معها حاليا، يعني سي مون ترافاي اكتويل. يعني هذا مثلا ندير مثلا الشركه الفلانيه مثلا اس تي او مثلا، من مثلا هذه هي الشركه على سبيل المثال. مثلا هنايا اشنو خدام فيها؟ مثلا خدام فيها مثلا خدام فيها مثلا كويزيني، كويزيني على سبيل المثال بهذه الطريقه هذه. خدمت معاهم مثلا من مثلا ندير هنايا 2000 ومن 2020 من 2020 حتى 2020 مثلا خدمت معاهم على سبيل المثال حتى 2021 بهذه الطريقه هذه. وهنايا غنقول لهم بان هذه الخدمه، هذه الخدمه مثلا هي فاش انا خدام حاليا، سي مون ترافاي اكتويل، هي فاش حاليا فاش انا خدام. الا درت فاش انا خدام راه كدير من نهار اللي بديتي معاهم حتى حاليا. الا حيدتي هذه راه كيعطيك هنايا لفان، يعني هادو ساليتي معاهم في هذه السنه هذه، ولا باقي خدام معاهم راه كدير اكتويل، راه كيعطيك دات وحده اللي هي بديتي معاهم. مثلا ندير هنايا اكتويل، هذه هي الخدمه ديالي مثلا كوزيني في هذه الشركه هذه. هنايا غادي يعطيك هنايا جوج ديال يعني ليكسبيريونس ديال التجربه، هذه التجربه هذه بروفيسيونيل اللي دوزتي في تقريبا كيديروا خمس سنوات الماضيه. مثلا خمس سنين الماضيه راه كيديروا هنايا دي زيكسبيريونس اللي دوزتيهم، مثلا شديتي الدبلوم ودوزتي تجربه مثلا مع الشركه الفلانيه، مع الشركه الفلانيه، يعني بزاف ديال الشركات. المهم كتختار انت كدير هنا كتاجوتي واحد دوزيام اكسبيريونس، هذه الاكسبيريونس الاولانيه. هنا دوزيام اكسبيريونس اللي مثلا دوزتيها قبل من هاد 2011، غندير مثلا الشركه مثلا كذا، الشركه بحال هذا الشكل، هذا الشركه كذا. لا 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 هنايا مثلا خدمتي هنا سيرفر هاد الشكل هذا. مثلا بديت معاهم مثلا في 2000 على سبيل المثال، انا غير مثال هذا، مثلا بديت معاهم في 2000 مثلا و8 وكملت مثلا في 2008 مثلا في 2009 غادي اجوتي وحده اخرى، مثلا اجوتي يعني اكسبيريونس على الثالثه اللي هي مثلا غنديروا سميت الشركه بهذه الطريقه هذه على سبيل المثال. هذه راه ماشي اجباريه، هذه غير اختياريه. مثلا عندك بزاف ديال الاكسبيريونسات، اولا يقدر دير غير هذه الاكسبيريونس الاولانيه، الشركه الاولانيه، وتكمل وتقول لهم سيمون ترافاي اكتويل، يعني نتخدم في هذه البلاصه هذه صافي. انا غنوريكم الطريقه كيفاش، الا بغيتو تزيدوها زيدوها، ما بغيتوش تزيدوها يعني هذا اختياري، يعني كنحيدوا هذه، يعني ماشي من الضروري. من اللي كنكملوا هذه المعلومات ديالنا ديال الشركه وهذه المعلومات ديال النيفو ديتو ديالنا يعني ايتود بروفيسيونيل، غادي يجوا مباشره لهنايا ونديروا اونفواي في الاخير، نديروا اونفواي بهذه الطريقه هذه. نتسناو جيد، اذا فوتخ فورمولير اي تي اونفواي افيك سيكسيون، يعني
الاستماره ديالنا تم الارسال ديالها لهذا الموقع هذا ديال كاناري اللي هو ريكروتمون انترناسيونال، اللي غادي نتسناو الاجابه ديال هذه الشركه هذه ولا هذا الموقع، غادي يجاوبونا عبر البريد الالكتروني اللي دخلناه في هذه الاستماره هذه. اذا اخواني هذا هو الفيديو وهذا هو الموقع اللي بغيت نتقاسم معكم، يعني حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع العائله ديالكم، وهذا الشيء اللي كان اخواني بالنسبه لهذا الفيديو. كنتمنى لكم اخواني التوفيق، غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا الموقع في اسفل التصنيف في الانترنت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.